السلام عليكم، صباح الخير، كيف الحال؟ اليوم من مسقط نحييكم. شباكات الشباب ورايح هنا واقفة. أنا صاحي الساعة 7:30، الحين متوعدين على 8 إن شاء الله نطلع بإذن الله. الله ماشي، عليك الشباب، وما تأخر والله، أنا مبكر قبل الموعد بنص ساعة. مرة أقوم الصبح والله أحلى شيء. أنا أمس نمنا متأخرين مجهدين، بس روعة. طيب يا ابو محمد، نروح لهذول حقين اللي يقدمون حق الدبابات العادية، مكتب لك اياها. تهدوم، صباح الخير. الله لا يضيق علينا يا ابو سلطان. ماشي ابو ظبي مع الشباب اليوم. يا مرحبا. لا يا مرحبا، ما اقدر. شفت، تقدر ترد، تقدر ترد هالترحيب؟ ما نبي. يلا ويانا عزم. والله بمشي. يلا ترى عندنا جبل جيس وجبل حفيد. والله بتعيدها ان شاء الله. صادقين انتو؟ انا ما رحت، انا حفيت رحت يمكن 96 او 97. شوف انت جاي ان شاء الله، سامحوني سامحوني. متى عندنا حفيد؟ احنا اذا جلسنا في الغداء اوكي بجلس معاك ومع السلطان، لان نبيك تساعدنا، نبي نروح الامارات بس بشكل ثاني، ما نبي المدن، نبي الجبال، نبي نوصل في التراس اخر شيء فوق في كوفي شوب هناك. شو اسم الكوفي شوب الاخر شيء فوق؟ اللي انت ارسلته لنا صراحة السحب. اسم خالد، صراحة السحب خالد. اسم الكوفي اللي في الاخير صراحة السحب مكان. لا لا اخر شيء على البحر. اي بحر؟ البحر خصب. لا وين؟ خصب. لا 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 بعد خصب فوق يمين. خصب خصب اي منطقة خصب هذيك عمان. لا داخل الامارات. لا لا تدخل الامارات قبل عمان. اي هذيك تدخل وتطلع. ايوه سبيشاليتي كوفي. ايوه هنا هناك موجودين. مكانها مكانها روعه. فطلعت على الغداء وبكر. خلاص تفضل. اوه قلت بيخونون. نسير هين الفطور، ناخذ شيء بسيط. نتوكل. القهوه بقول شفته وين مكانها؟ ما شفته البارحه، ما انتبهت عليه. بسم الله. وأسعد الله صباحكم كل خير. إيه بسم الله. ما عليه ما عليه، حتى هو هدى يعني. يمكن دخل مركز هذا العالمين. طورو. إيه هو مبتلش فينا، وده يصرفنا لكن ما قدر. اي عله احنا. اي وين تفطر كذا؟ وين تفطر يعني؟ بروح معك. حضرتك يعني. ايوه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. المطعم جميل هذا ما شاء الله تبارك الله. حبيبنا يعطيه العافيه. هذا اسم المطعم روزنا، فطور عماني جميل جدا. قلعة كذا يشبه القرية الشعبية اللي في الشرقية الدمام، نفس الفكرة بس ما ادري مفتوح ولا. بسم الله. يا سلام، تسلم يا ابو محمد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا سلام. كان جميل جميل جدا. ما شاء الله.
عادي ما شاء الله تبارك بيت عربي وعماني عربي هذا فطور فطور احنا البلاطين نكمل المنيو حسين السبور ولا هو لا هذا جاي ما شاء الله تبارك سمو بسم الله يلا بسم الله شكرا لو تفتح جود الكاترينج بيخترب ما عندك والله طالعين ان شاء الله طب وين وين الوجهه ان شاء الله سور باذن الله بكم المسافه تقريبا كم 11 كيلو 211 ان شاء الله بظل واحد الاحد 12 بس باذن الله باذن الله ربنا ييسر ها شلون شغل المكيف اركب الفلوس ترى صدق انا من سمعت الدفع الرباعي امس بسم الله السياره اي بسم الله هاي ايش ايش يلا اي شغال بسم الله باذن الله طيب. بسم الله الله يجزاك خير يا ابو سلطان اللهم احفظنا بحفظك فانت خير الحافظين يا رب سيدة طيب بإذن الله شعبة بسم الله خالق موجود موجود بسم الله خالد كنك واقف ما شاء الله عليك اي خلاص لا انا اشوف كنت تعرف فهد الزهراني فهد ايت إلى أبو ريان علي أبو فهد خلا وقفنا شفت صورته بالاسم كذا ما أدري والله لا بعد الفطور يا أبو أنور لا تسأل العقل يتنح مو بس سواليف شب عليه عشان يصحصحون. شب عليه لا تعطيني الضوء الاخضر. انا بعطيك الضوء الاخضر. بتشوف كيف يسبوني. تقلع
اي بس خلوا راعي الجيب يعدي، خله يعدي. لا لا بس عبد خذ راحتك يا ابو، انت خفف من عندك يا ابو سلطان، خفف من عندك الصوت ولا ما يفرق الصوت من عندك، تقدر تنزله شوي. تفضل يا ابو انور. طيب طيب يمكن متزاعلين ولا شيء؟ لا لا هذا البيوت اللي بروحها هاي تو المنطقه طالعه، مو طالع البيوت يعني تو المنطقه جديده ووزعوا عليهم، اما اللي شوي قدام ما شاء الله تبارك الله. زين الجبال داير ما داير صوبها. لا اله ابدا ما شاء الله تبارك الله. برج اعلام ما شاء الله. اول سترايت عمان كان 974 ما رجع يا ابو انور، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. هذا عرفته لان حد من الاهل كان يشتغل فيه. ما شاء الله. هذا البايكات ما شاء الله تبارك الله. خالد ليش ما تجيك؟ وانت عارف ليش زعلان؟ خالد مداوم. يداوم على البايك. الله يعينه. لا افرود ينزلون ما في اي يرجع يعني النزول اوكي. كلها خاف على البيوت اللي تحت مساكين. الله يحفظهم ان شاء الله. ومكملين المشوار. يعني هذه اقدم اذاعه في عمان. ما شاء الله. اذاعه سلطنه عمان. هذا هو صحن الستلايت اللي هنا. ان شاء الله يكون باين. هذا هو. يعني صور من المناطق الشرقية. ايه. هنا المكان الوحيد اللي تاخذ تدور فيه وانت مطمن، انت مطمن ما احد يدخل عليك. فعلا جوعانين روعة. اسم المقهى جوعانين. طبعا هنا في عمان يسمون البوفية مقهى، عندنا احنا في السعودية نقول بوفية، هنا يسمونه مقهى. المقهى مو معناه القهوة. البوفية. الآن هذا ناخذ خط البحري، يسمونه الخط البحري إلى جهة سول. كفو كفو كفو. بيت الوالد باقي موجود ولا؟ لا بيت الوالد باع بس ما عاد موجود ناس يبون يعرفون. إي ما شاء الله تبارك الله. هنا الأسبقية بالمقاعد اللي يجي بدري. الغينا نظام بزنس ما في من سبق لبق. خلاص عمك جالس في اثنين من لا ما يصير. اي ندري هذا لما يكون ابو سلطان رود كابتن يصير تمييز عنصري، لكن عند ابو انور ما في. الله لما تاخذ الطريق مع السواليف متعه اضافيه صراحه.
ما شاء الله ما شاء الله. تسمحنا يا ابو انور؟ ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله سليل. ما شاء الله يا ابو فهد ما شاء الله. صور بغبش بغبش. أقول تبغبش تبغبش. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أبو فهد أول محطة نصفط فيها. يا سلام كذا متعة الرائدات. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. انا وراك مع الكرفات نزولك صح ان شاء الله عليك. والله سواك تعليم ابو سلطان. والله سوا عاد ابو سلطان عمده صراحة. شي ما استوى ولا استوى. هلا تبغبش تبغبش تبغبش. والله انا بغبش. اي ركب سيميا هذا ينظف البايك. اي هي خلاص خلي انا يسوق. هذا 98 روعة. عبي 13 لتر فاصلة 7 بأربع ريال وتسعة وثلاثين بالعملة، يعني يطلع 43 ريال أو 44 ريال سعودي. حلو.
98 خلينا نضف البخاخات على قولة الشباب. صار هذا ما تحصله إلا هنا ومو في كل المحطات، محطات شل وفي الإمارات. بسم الله رايد روعة. الفاصلة الأخيرة ذي يوم الرود كابتن سمح لنا نطلع فكينا شوي ما شاء الله. بسم الله يلا هذي وقفنا 5 دقائق. هلا 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 بالعمدة ما شاء الله ابو محمد الصحة والعافية. يعطيك الصحة والعافية ابو محمد. طبعا الشارع ما في احد فجأة كذا السيارات انقطعت فماخذين راحتنا على اللاينين، لكن مجرد ذا في سويبر على طول يعطينا تنبيه ارجعوا. يا اخي يسعد لي جوك يسعد لي جوك يا ابو انور يسعد لي جوك. هذا ابو سلطان ولا المايك الظاهر خربان عندي يا الربع ما اسمع، عيوني مسكرة ما اسمع. يعني طارت من عند المقذوفات. ابغى اعرف ابو مريم ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد يسوي؟ جميل جميل المنظر. تمشي على الساحل جبال وبحر ما شاء الله يا سلام. والله يا عمان مظلومة إعلاميا صراحة، يا فيها أماكن يا فيها مناظر، وهذا إحنا يا دوب أماكن معينة يا الله كل التضاريس موجودة فيها ما شاء الله، وشوارع صح صح نظيفة. ما شاء الله مدينة صور يسمونها صور العفية. صور العفية على المكرم روح الجسر المعلق روح الجسر المعلق حيث يتكلم عن شيء وتتكلم عن شيء ثاني بسلطان ما يستوي كذا. هذه كباها على الصامت هكذا ما قبل ما قبل ما قبل ما قبل كذا خلاص اسبوعها ابو سلطان انت ما انت في دورات الخبر. هذا الوادي ينزل من الجبل ينزل حتى هني هو في سيده على البحر. مريم اللي فكر يعرس قاعد صبرني ترى وكاننا دخلنا من جوه صوره على البحر. ايه ما شاء الله ايوه هلها صورة هلها هالبحر كلام ما البحر كلام شغل ناسا
وعندنا ثول نفس الشيء جهة البحر الأحمر منطقة صيادين وأبد. ترى هاي كلهم مليانين كلهم صيادين وما شاء الله يصنعون السفن القديمة. ماشي. هاي الشباب شو الحر؟ والله حر. اصبروا اصبروا على الحر. شوف الحر. في ناس أمس نصحوني قال لا تقول تحمل اصبروا يا شباب. لا هنا تقول تقول تحملوا الحر هنا تقول تحملوا الحر أشوف ما شاء الله القول مرتفع خاشة وفوق ما شاء الله قريبا جدي يهوشنا يهوشنا ما شاء الله جدي ويا بلا هذيك المنارة اللي هناك منارة بروحة ولا هو يا أخوك لا لا بروحة أخوك كان محد هذيك البدن عاد اي جت فيه ما اعرف بس واحد من جدود اخر شيء اللي يطلع من السيد ما اعرف والله ما اعرف شو هاك يطلع بانيا البرتغالي والله شكل يا رجال لا بس البحر راجع ترى ايه البحر راجع جزر الحين جزر جزر سلطان تحتاج نوقف ولا ما تحتاج؟ سلطان بحاج زمان واقف من زمان والمايك هوف انا قاعد اشاور من زمان اوكي خلاص يعني ما حد بسلطان صح؟ نكمل سلطان ايه بسلطان يعني لبيت الضباط اوه ساكت انا من زمان اسولف اسولف اقول شو الشباب ما يردون هذا هو جزء امريكا الجسر المعلق؟ ايه هذا الجسر المعلق انا معلق من فوق ولا طاير من جوا؟ لا يسعد نفس نيويورك نظام نيويورك شو اسمه الجسر الامريكا شو اسمه؟ حق سان فرانسيسكو ايوه ما شاء الله يا سلام شوف هذا مطعم الحوش الله يسلمك ما شاء الله تبارك الله هذا كورنيش سور الحين البحر جزر نجرب المطعم هذا مطعم الحوش يلا بسم الله ما شاء الله تبارك الله السلام هنا 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 بسم الله بسم الله نشوف وين جو الشباب هنا الشباب ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله لو يا الصورة كان مرتاح ايوه اي سوالف اقول له لا لا قبل هذا وزن سم 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 يا ابو راس ان شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله جاب العافيه يا شباب سلمك ابو ليان جميل الله تبارك الله يعني صاير فطور ما شاء الله تبارك الله طقطق عندي مقبلات عادي ندير شنو مقبلات
شيل هذا خلي مني بارك الله. تونا طالعين من المطعم ننتظر الشباب يجون يلا